السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الأوفياء في قناة موجز الأخبار. يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار، والآن إليكم أبرز وأهم العناوين. مخرجات وأوامر اجتماع مجلس الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي، وهذا تطبيقا لتعليمات سيادة الرئيس عبد المجيد تبون. وقبل البدء في التفاصيل، الرجاء متابعينا لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. ولنبدأ تفاصيل مع أول خبر. ترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي اجتماعا للحكومة، والذي قد خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذلك المعدات والعتاد الفلاحي، والذي يندرج ضمن تدابير والتي أقرها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم ومرافقة الاستثمار وعصرنة النشاط الفلاحي، لا سيما من خلال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص والتي تتيحها الأسواق الدولية في هذا المجال. ومن جهة ثانية، وفي سياق تنفيذ القرارات المتخذة من طرف سيادة رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 من شهر ماي، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج عدل ابتداء من تاريخ 5 من جويلية 2024، حيث درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد. وكما درست الحكومة كذلك سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين، وخاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية لا سيما للمصابين بمرض مزمن. هذا وقد واصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، واستمعت كذلك إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب، بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024، حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية. وأخيرا اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم، تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية والهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة وتسريع الابتكار التكنولوجي في بلادنا. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. ابقى في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى موجز أخبار آخر إن شاء الله.